مجانا. من الحتمي أن يتم زيادة إنتاج هذا اللقاح لضمان أن العاملين في قطاع الصحة لديهم ما يلزم لمواجهة هذا الفيروس. سوف نطلب من الولايات والمدن الاختبار ونقدم لهم الإمدادات المطلوبة والاهتمام بالفئات الأكثر تهديدا بهذا الفيروس. سوف نأخذ في الاعتبار الاختلافات الاقتصادية بين الولايات وأيضا الفئات مختلف أنواعها من أصول مختلفة. نركز على هذه المجتمعات، هذه من أولوياتنا. الخط الأساسي أننا لن ندخر أي جهد لمواجهة هذا الوباء. سوف يعود الأطفال إلى المدارس بأمان، تتنامى المشروعات وينمو الاقتصاد بسرعة كما كان، ويتم دعم تصنيع هذا اللقاح وتوزيعه على أكبر قدر من الأمريكيين مجانا. سوف نتبع الإرشادات، وعندما نصل إلى بيانات جديدة سوف نستمع لها. نتعاون مع حاكمي الولايات ومع المسؤولين يوميا. نحتاج إلى العمل مع مختلف حاكمي الولايات والمسؤولين والاستماع إلى احتياجاتهم، نستفيد من خبراتهم ونهدف إلى هزيمة كوفيد-19 في أمريكا وفي كل مكان، وسوف نستعيد القيادة الأمريكية في محاربة هذا الوباء. هذه الأزمة تؤثر على الجميع، وكما أشرت في حملتي سوف أكون رئيسا لكل أمريكي. الانتخابات قد انتهت، دعونا ننحي جانبا هذه الخلافات وأن نقوم بدعم بعضنا البعض. أن تكون هناك استجابة في العمل لكل الأمريكيين، الالتزام بالإجراءات، التباعد الاجتماعي وغيره، حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الأزمة بطريقة فعالة. نعمل كأمة واحدة، نعود مرة أخرى بالعمالة الأمريكية إلى الكفاح ولهزيمة هذا الفيروس. الوصول إلى هذا اللقاح الفعال يمكن أن يساعدنا كثيرا في مواجهة هذا الوباء، ولكن لن نتخلى عن ارتداء الكمامة حتى ننتهي من هذا الأمر. تظل الكمامة هي أهم سلاح نستخدمه لمكافحة هذا الوباء. وسوف أكون رئيسا في يناير المقبل. حتى ذلك الحين لا يهم لمن صوتتم ولمن دعمتم في الانتخابات، لا يهم أي حزب تنتمون إليه. عشرات الآلاف سوف يرتدون الكمامة خلال هذه الشهور للحفاظ على أرواح الأمريكيين. كما تعرفون نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الأرواح الكثيرين في أماكن العبادة، في أماكن العمل، في المدارس. رجاء أدعوكم جميعا لارتداء الكمامة لأجل أنفسكم ولأجل جيرانكم. الكمامة ليست بيانا سياسيا ولكنها طريقة جيدة للتعامل مع هذا الوباء. دعوني أكون صريحا، الهدف من ارتداء الكمامة هو تقليل المخاطر التي تواجهها والحفاظ على الأرواح، وأن نستعيد جميعا الحياة الطبيعية. الهدف الأساسي أن نعود إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، والكمامة سوف تساعدنا في ذلك. لن يستمر الأمر للأبد، ولكن هذا هو السبيل لأن نعود مرة أخرى إلى اقتصادنا والاحتفال بأعياد الميلاد وغيرها من الاحتفالات. نعود مرة أخرى إلى الحياة والتواصل كما كان الوضع قبل الوباء. لا يهم لمن صوتتم ولا يهم انتماءاتكم السياسية. نحن نواجه تهديدا لأمريكا
نفعل دائما كما هو الحال في كل جيل ما ينبغي علينا أن نفعله ليفخر بنا الأجيال المقبلة. علينا أن نتوحد، هذه هي روح الوطنية لأمريكا وروح الانتماء. علينا أن نتخذ هذه الإجراءات البسيطة للحفاظ على أنفسنا. على مدار تاريخنا، على مدار تاريخ أمتنا، رأينا مرارا وتكرارا كيف يمكن لأفعال بسيطة أن تحقق إنجازات هائلة. هذه هي الطريقة للأفعال البسيطة المتراكمة على مدار تاريخنا. أنا أعرف بأنه يمكن للأمريكيين أن يحققوا أي شيء موحدين كأمة واحدة وكشعب واحد. يمكننا أن نعيد بناء اقتصادنا مرة أخرى. يمكننا أن نتعامل مع الاختلافات العنصرية التي كادت أن تحطم بلدنا. هذا من سلطاتنا. دعونا نرتدي الكمامة ودعونا نحفظ أرواحنا. أشكركم شكرا جزيلا وأدعو الله أن يحفظكم وأتمنى لكم السلامة. نعرف أن هذا الأمر يعتمد عليكم ولأجلكم ندعو الله أن يكون كل العمال وخاصة في قطاع الصحة ينعمون بالصحة والسلامة. وأتمنى لكم جميعا كشعب أمريكي الصحة والسلامة. وأشكركم شكرا جزيلا.